تتواصل التحقيقات مع عشرات ممن تشتبه الحكومة في تورطهم فيما وصفتها بأحجار الشغب التي أعقبت مهرجانا لقوى الحراك الجنوبي الاثنين الماضي في مدينة المثلى شرق اليمن، مع تواصل ردود الفعل بشأنها. محال تجارية تخص مواطنين من المحافظات الشمالية أحرقت، ما دفع الكثيرين في المدينة وخارجها إلى استنكار ذلك. المعارضة حملت السلطة مسؤولية ما وصفته بتدهور الأوضاع في محافظات جنوب وشرق البلاد. السلطة إذا استمرت في عسكرة الأمور في محافظات الجنوب وعدم الاستماع إلى صوت العقل في الشارع في الجنوب، فهي تدفع قاصدة أن الناس يتجهوا إلى العنف الذي هم يرفضونه كما يرفضونه في رمسان. المظاهرات تجددت في منطقة رمسان بمحافظة لهج بالتزامن مع تزايد التوتر بين الأمن والأهالي. السلطات حملت الشيخ طارق الفضلي القيادي السابق في الحزب الحاكم المسؤولية عن هذه التداعيات، بعدما دعا إلى مهرجان حاشد لقوى الحراك الجنوبي الاثنين الماضي. عاد قوى الحراك مجددا إلى الشارع بعد تراجع في حركتها بفعل جملة إجراءات اتخذتها السلطات. السلطات قررت تشكيل لجان للنظر في أوضاع المحافظات الجنوبية والشرقية، ونظمت لقاءات موسعة مع ممثلي هذه المحافظات في دوائر الدولة ومؤسساتها ومع أنصار الحزب الحاكم فيها. وتزامن ذلك مع تصعيد في الخطاب إزاء قوى الحراك لتحذيرها من مخاطر إثارة ما تعتبره السلطة فتنة تهدد الوحدة اليمنية. إذا ولا سمح الله يمس سيف الوحدة لن تكون كما يعتقد البعض أنه شطر شمالي وشطر جنوبي، ستكون دويلات، ستكون نسوءات، ستتقاتلون من بيت إلى بيت ومن طاقة إلى طاقة، ولن تكون طريقا عاملا. هدأت الأوضاع في محافظتي أبين وحضرموت، لكنها أليست كذلك في رمسان، حيث يحتج المواطنون على توسيع الانتشار الامني في مناطقهم وقراهم ومزارعهم، فهو انتشار تراه السلطة مليحا بعد تزايد الهجمات على نقاط امنية ومسافرين وقطع الطريق العام. مراد هاشم، الجزيرة، صنعاء.